ولأنها القدس ولأنها فلسطين فدونها أرواحنا ودماؤنا أموالنا وأولادنا وكل غالي ونفيس. لأنها فلسطين ولأنها القدس يرخص دونها الغالي. مشاهدينا تحية لكم، تحية للأحرار، تحية لمن تابع اليوم هذا الحدث المؤلم، تحية لمن قلوبهم توجعت وهم يشاهدون يعني اغتيال وإعدام صحفية فلسطينية تكشف الحقيقة، صحفية تحمل المايكروفون وتحمل الكاميرا لكي تكشف إجرام المجرمين. تحية لمن تابع هذا الحدث ودعا لها بالرحمة. تحية لمن ساند وآزر وكتب كلمة حق على صفحته وقال كلمة حق من منبره. إذن مشاهدينا، هذا اليوم الحزين الذي فتحنا عيوننا صباحا على خبر اغتيال وإعدام الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، هذه الصحفية وهذه المراسلة التي يعني كبرنا على سماع صوتها وهي تنقل الحقيقة وهي تتابع كل ما يجري في فلسطين وكل ما يرتكبه هذا المجرم المحتل على أرض فلسطين. بيوت القدس تسألنا متى تستيقظ الأمم، متى تستيقظ الأمم؟ بيوت القدس تسألنا متى تستيقظ الأمم؟ تناديكم ألا هبوا، سلام القدس تذبحه، سيوف الظمأ يعرب، وأمن القدس تدفنه، معاول من لها اغتصبوا. متى 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 تستيقظ الأمم؟ متى تستيقظ الأمم؟ متى تستيقظ؟ إذن مشاهدينا، كانت هذه لحظات استشهاد ووفاة الصحفية المراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، يعني لحظات تابعها كل العالم وكانت لحظات مؤثرة جدا صراحة. نهاية يعني صحيح أنها حزينة لكنها نهاية تستحقها شيرين بجدارة، نهاية الفلسطينية على أرضها والتي تقاتل وتدافع عن أرضها من خلال منبرها في قناة الجزيرة بنقلها للحقيقة. بدأت شيرين صادقة في عملها وهي تنقل هم الإنسان الفلسطيني، المقاوم الفلسطيني، المدافع عن أرضه، الذي شرد من أرضه. فكانت نهايتها نهاية تستحقها، وكلنا نتمنى أن نموت شهداء على أرض فلسطين. فتحية للصحفيين الذين يعني يضحون بأرواحهم ويحملون أرواحهم على أكفهم لينقلوا لنا الحقيقة. إذن مشاهدينا، كانت هذه الحادثة صباح هذا اليوم في جنين أثناء نقل أو محاولة نقل قناة الجزيرة من خلال مراسلتها شيرين أبو عاقلة لاقتحام الصهاينة لمدينة جنين. فكان استهداف شيرين برصاصة غادرة من قناص على ما يبدو، وتحت الخوذة، مع أنها كانت ترتدي يعني ما يثبت أنها صحفية هي وزملائها، فكانت إصابة زميل لها، وأيضا إصابتها هي إصابة قاتلة رحمها الله، ولحقت بالشهداء أبناء فلسطين. إذن مشاهدينا، أيضا من المشاهد التي يعني ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لحظة استهداف شيرين أبو عاقلة وأيضا شهادة زملائها حول هذه اللحظة المؤلمة. خليك
خليك معلق تتحركيش تتحركيش مجاهد تتحركيش وكسرين شرين وكسر بشكل مباشر وما توقف اطلاق النار رغم انه شيرين كانت موجوده على الارض ولكن حتى اطلاق النار ما توقف والشباب كانوا مش قادرين يوصلوا لها من الجهه الثانيه يعني الشباب كانوا بيحاولوا انه يوصلوا وحتى الجيب اللي نقلها يعني المركب الخاصه اللي نقلتها بصعوبه قدرت توصلها في شاب قفز من جدار ونزل سحبني انا وبعديها سحب شيرين وصار يسحب فيها فهذا الشيء اللي يعني اللي خلانا نتاكد انه كان في استهداف لنا كصحفيين كنا ماشيين بشكل جماعي بمعنى كنا مجموعه من الصحفيين المفروض انه وسيله حمايه كنا كلياتنا لابسين الزي الصحفي كلياتنا كنا نرتدي لحد الان انا لحد هذه اللحظه انا مرتدي الزي الصحفي كنا لابسين حتى شيرين كانت لابسه الخوذه يعني كانت لابسه الخوذه على راسها واضح يعني اللي قتلها يعني كان قاصد انه يصيبها في مكان هي ظاهر من جسمها مش مرتديه فيه الخوذه فيعني انا بعتبر اللي حدث هو جريمه اغتيال لنا وفعليا انا يعني برجع باكد انه لو كنا احد في يعني احد يعني انا او الزميل مجاهد حاول انه يقرب كان ممكن يتم استهدافه برضه بشكل مباشر استمر اطلاق النار عليه لا يعني احنا كنا شايفين انه في صاروا الشباب ياشرون لانه القناصه هناك اللي كان انه احنا كنا بالجهه اللي قبال البنايه اللي فيها القناصه هذا الاشي يعني احنا الجدار اللي استندنا عليه هو كان مقابل للبنايه اللي فيها القناصه يعني العم هون كان موجود اصلا معنا وهو اللي صار يحكي لنا انه القناصه هذا كم القناصه هذا كم يعني وهو كان شايفهم فاللي صار انه احنا كنا واقفين يعني حتى اللي احتمينا احنا ظهورنا اصلا مش احنا وجوهنا للقناصه مش ظهرنا اللي كان للقناصه يعني والجنود كان مقابل لنا وشايفيننا واحنا وقفنا في منطقه لحتى انه الجنود يشوفوا انه احنا لابسين زي صحافه حتى انا بحكي لزميلي بحكي له زميلي خلينا نبعد بحكي لي لا نوقف هون يشوفوا انه احنا صحفيين بعديها احنا بنتقدم وهذا اللي صار تماما احنا وقفنا في زاويه مقابله للجبات اللي موجوده مقابل لنا بنهايه الشارع وقفنا بشكل جماعي وجمعنا كلياتنا هناك وبعديها تقدمنا وفعليا اطلاق النار وصل يعني بدا اطلاق النار بعد ما وصلنا لمنطقه احنا صعب ننسحب منها لانه كان هي الشارع هيك الجدار هون والقناص بهذيك المنطقه فلو يعني فعليا لو كان مش بهدف قتلنا كان على الاقل اطلق النار قبل وصولنا للمنطقه المحاصرة أو المنطقة الضيقة اللي إحنا كان صعب ننسحب منها فأنا بشوف إذن مشاهدينا كانت هذه شهادة زميلة شيرين أبو عاقلة وكانت يعني لاحظنا إحنا وجودها كانت في المشهد في كل المشاهد تقريبا التي رصدت إصابة واستشهاد شيرين رحمها الله وهي يعني الكلمات اللي حكتها والشهادة إحنا شفناها مباشرة على الهواء في نقل الحادثة أيضا مشاهدينا من زملائها اللي كانوا معها لشيرين علي السمودي وهو الصحفي اللي كان موجود معها وتعرض لإصابة وأيضا مجاهد السعدي كان موجود في المكان وإذا لاحظتوا أثناء نقل الحادثة كانوا عم بينادوا عليه يا مجاهد هم عم بينادوا على الإسعاف لمحاولة إنقاذ شيرين خلينا نشوف شهادة الصحفي علي السمودي احنا كنا داخلين نصور عملية الجيش اقتصاد فجأة واحد اطلقوا النار علينا ما طلبوش منا نطلع ما طلبوش منا نوقف اطلقوا النار علينا الرصاصة الاولى اصابتني الرصاصة الثانية اصابت شيرين وقتلوها بدم بارد لانهم هم قتلين بس متخصصين بقتل الانسان الفلسطيني وهم يدعوا ان فلسطينيين اللي قتلوا ما كانش بحدنا اي مقاومه واحنا لو كان عندنا مقاومين من وحش عائل المنطقة شكرا شكرا اخ علي اتجمعنا انا وزملائي الصفيين في نقطة قريبة جدا من الجيش جهزنا حالنا لابسين كل المعدات خوذي من شوي شلحت الخوذي الواقي انتظرنا شيرين تاتيجي هي وزميلنا علي كنا في المقدمة أنا وزميلتي شادى حنايشي وصلنا كشفنا حالنا للجيش
بعد ما كشفنا حنا للجيش تقدمنا امتار معدوده بجانب مصنع البلوك ابو سواي، بس وصلنا مصنع ابو سواي صار اطلاق نار بكلهم علينا اطلاق النار. لفيت وجهي اطمن عليهم، لقيت الكيتشرين على الارض، الكيتشدا اطلاق نار عليها. احتميت بصور، بعد ما احتميت بصور صار اطلاق النار علينا. بعد ما صار عملية اطلاق النار علينا ضل حاولنا نسعف شيرين، ما قدرنا نسعفها، شدة مش قادر اتصلها وهي عبعد سنتيمترات، انا تحت السور واطلاق النار علينا. الاحتلال استهدف شيرين وهي لابس الخوذة، الاصابة تحت الاذن، تحت الاذن الاصابة بهاي المنطقة كانت الاصابة. الاحتلال كان مصر يقتلنا عبر القناصة، وقعت شيرين وهي لابسة بريس. مع ذلك من حاول الانقاذها كان يطلق عليه النار. شيرين كان استهداف واضح إلها وإلنا كطواقم صحفية. علي سمودي اتصاوب، كان آخر واحد اتصاوب. إذن مشاهدينا، ونحن أيضا نتمنى أن يتم قريبا محاسبة هؤلاء القتلة الذين أقدموا على هذه الجريمة البشعة التي تم من خلالها اغتيال وإعدام الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بدم بارد. إذن وأن يتم محاسبتهم على كل جرائمهم التي ارتكبوها، وإن شاء الله هذا سيتم قريبا بإذن الله، نحن متأكدون من ذلك. مشاهدينا، في وداع شيرين أبو عاقلة والتي كان فعلا يعني موتها مؤثر جدا، حيث ودعها العالم وودعتها فلسطين. إذن مشاهد من وداع شيرين أبو عاقلة من خلال هذه الفيديوهات. الشهيد حبيب الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الشهيد حبيب الله، الشهيد حبيب الله، لا اله الا الله، الشهيد حبيب الله، الشهيد حبيب الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الشهيد حبيب الله، الشهيد حبيب الله. يعني مشاهدينا، أصر أهلنا في فلسطين أن يحملوا جثمان شيرين أبو عاقلة على أكتافهم، حتى عندما مرت جنازتها من جنين كان هناك تعطيل لهذه الجنازة، لأن الكل كان يريد أن يحمل جثمان الشهيدة وأن تزف بطريقة ويعني بشيء مشرف، لأنها ختمت مشوارها الصحفي في نقل الحقيقة للعالم عما يجري في فلسطين وعما يرتكبه هذا المحتل، ختمته بهذه النهاية المشرفة. ماتت بين أشجار فلسطين، وقعت وهي تقوم بعملها كصحفية وكمراسلة لتنقل للعالم ما يجري هناك من انتهاكات ومن خروقات ومن إجرام صهيوني، فكانت نهايتها على أرض فلسطين تعانق تراب فلسطين. إذن رحم الله شيرين أبو عاقلة. ومشاهدينا، كما قلنا لحضراتكم أيضا ضمن فقرتنا في المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، سننقل لكم يعني بعض المشاهد من لقاءات شيرين أبو عاقلة ونحن حظينا بها في برنامجنا، برنامج بيتكم عامر، عندما كانت ضيفة، عندما حلت ضيفة على مؤتمر القدس في عيون الإعلاميين، أخذناها في لقاء خاص لبرنامج بيتكم عامر، وهي الإنسانة المتواضعة الصحفية المهنية التي تقوم بدورها على أتم وجه. إذن مشاهدينا،
بجنازة وبوداع شيرين أبو عاقلة نختم فقرتنا لليوم مختاراتنا، وهي كانت مختارات من فلسطين وحول يعني اغتيال وإعدام شيرين أبو عاقلة رحمها الله. إذن مشاهدينا مع الدكتورة دعاء الصباح وفقرة خاصة بالصيدلة وبالإسعافات الأولية، متابعة طيبة مشاهدينا. يتمكن من قطع المسافة عن القناص وتجاوز المنطقة الآمنة. إحنا ما قدرنا نسعف شيرين لوقت طويل، فشيرين الله يرحمها. إذن الله يرحمها، والحمد لله على سلامة زملائها عامر السمودي ومجاهد السعدي، اللي قال في نهاية الفيديو إنه احذروا من رواية العدو، وكأنه يعلم تماما أن هذا العدو سيزور الرواية وسيتهم أن هناك كان مقاومين في المكان وأنهم هم اللي استهدفوها، على العكس تماما مما يثبت الواقع بأنها استشهدت برصاص العدو المحتل. مشاهدينا، بيان لقناة أو لشبكة الجزيرة حول استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم، وعندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمدينة جنين. وبيان الجزيرة سيأتيكم يعني إن شاء الله بعد هذا الاتصال. معنا الأستاذ حسن الشوبكي وهو مدير مكتب الجزيرة في عمان. حياك الله يا أستاذ حسن. أهلا بك. يعني بداية نعزيكم باسم قناة اليرموك وبرنامج بيتكم عامر باستشهاد الصحفية مراسلة قناة الجزيرة الأستاذة شيرين أبو عاقلة، وهي الغنية عن التعريف والتي بدأت مسيرة مشرفة في قناة الجزيرة وأنهت هذه المسيرة أيضا بنهاية مشرفة على أرض فلسطين. كيف تلقيتم أستاذ حسن نبأ استشهاد شيرين أبو عاقلة؟ يعني أشكركم بداية على الاستضافة وعلى المواقف الطيبة التي تر اتباعا من كل المؤسسات والجهات الأردنية، سواء على مستوى النقابي والشعبي والبرلمان وكذلك على مستوى الجسم الصحفي جميعا. هذا ابتداء. حقيقة منذ الصباح ونحن في صدمة، صدمة كبيرة، لأن يعني شيرين كانت تقوم بواجبها وبعد محاصرة مخيم جنين، وهذا الواجب كما قامت به يعني فرق صحفية أخرى يعني، لكن الاحتلال لا يريد لشهود الحقيقة أن يقدموا يعني دورهم وواجبهم. وشيرين تعتبر من أكبر يعني شهود الحقيقة في فلسطين باعتبارها يعني مضى على عملها في قناة الجزيرة ربع قرن، ويعني طيلة هذه السنوات وهذه الأحداث الصعبة كانت تنقل عذابات الفلسطينيين وما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر، فهي من أكبر الشهود، وهو لا يريد لهؤلاء الشهود أن يقدموا هذا الجهد وهذا التعب وهذا للرأي العام العربي والفلسطيني والعالمي. يعني هو الاحتلال عبر عن يعني أبشع يعني صوره، وطبعا صورة الاحتلال هي بأساسها يعني الاحتلال محض ظلم محض بشاعة، لكن بقتل واستهداف الصحفيات بهذه الطريقة وهذا الإعدام الميداني الهمجي، يعني يقول الاحتلال أنه يعني أنا أقدم أسوأ ما لدي. يعني قبل شهور تم إطلاق الرصاص على قدم زميلتنا نجوان سمري، وقبل ذلك أيضا تم خلع كتف الزميلة جبار البديري من قبل شرطة الاحتلال. يعني الانتهاكات تتواصل، واليوم جاءت يعني أبشع هذه الانتهاكات من خلال إطلاق الرصاص على رأس الزميلة الغالية يعني شيرين أبو عاقلة التي هي أستاذة فنانية وعنوان للأخلاق، وحقيقة أنها صديقة لكل من عرفها بطيبة أخلاقها وبقوتها وبشجاعتها. الفقد هو ليس لي يعني
للجزيرة فقط، الفقد للحركة النسوية العربية والفلسطينية، الفقد لفلسطين، الفقد لجنين، الفقد للقدس حيث كانت يعني تسكن وتعيش وتحب. نعم. الفقد في عمان، الفقد في إربد لزملائها الذين درسوا معها في جامعة يرموك. وكان اليوم هناك وقفة أمام مكتب الجزيرة في عمان، عبر الجميع فيها عن أن جرائم هذا الاحتلال يجب أن لا تطوى هكذا دون محاسبة ودون ملاحقة. نعم، يعني أستاذ حسن، هي جريمة فيها خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية كما جاء في بيان الجزيرة، وهي أيضا يراد من خلالها منع الإعلام من أن يغطي ما يحدث في فلسطين. أستاذ حسن، يعني هي صحفية وهي سيدة وهي فلسطينية ثم هي مراسلة قناة الجزيرة، إذن هذا الاستهداف لكل ما ذكرت للمرأة الفلسطينية للصحفية هو استهداف لقناة الجزيرة التي تنقل الحقيقة. ما هي رسالتكم للعالم بشكل عام، للإنسانية جمعاء، والتي تسلط الضوء على اغتيال الصحفيين واستهدافهم في كل العالم، لكن عندما هذا الأمر يكون لصحفي فلسطيني في فلسطين أعتقد أن الأمور لا تكون يعني يكال بمكيالين، ولا تكون بذات الوقع عندما يتعرض صحفي آخر في العالم؟ اعتقد عزيزتي اليوم انه يعني باستهداف زميلتنا شيرين ابو عاقله، يعني كانت هناك ردود فعل دوليه واسعه على المستوى الدولي وعلى المستوى ايضا الاوروبي وفي العالم العربي. يعني شيرين دخلت كل البيوت العربيه، صحيح، باطلالتها المميزه، بصوتها الصادق والنزيه، بكشفها لمعاناه وعذابات الفلسطينيين على يد أطول احتلال معاصر وأبشع احتلال في التاريخ البشري. هذا كله يعني استدعى الكثير من ردود الفعل. ردود الفعل تدين الجريمة هذه، شبكة الجزيرة دانت هذه الجريمة وتعهدت بملاحقة مرتكبيها وملاحقة القتلة. لكن أقول لك يعني بصراحة أن الإشكالية الكبرى، الإشكالية الأولى والأخيرة هي في بقاء هذا الاحتلال. صحيح. يعني لا حل إلا بزوال الاحتلال. يعني شيرين ليست الضحية الأولى وربما لن تكون الأخيرة ما دام هذا الاحتلال موجودا، ما دام الظلم والبطش والصلف والوقاحة. يعني تخيل اليوم نحن متضامنين مع زميلتنا شيرين بهذا القتل بدم بارد وهذا الإعدام المجاني البشع، والناس متضامنين على باب يعني بيتها في القدس المحتلة، وجاءت شرطة الاحتلال واقتحمت البيت. يعني صحيح. هو احتلال يعبر عن نفسه بطريقة بشعة وقذرة ولا يعني ولا يعير شأنا لأحد، يعني لا يعيره إن كانت سيدة، إن كانت في صحفية، إن كانت في قناة الجزيرة أو حتى في موقع إخباري صغير. هو احتلال يعبر عن بشاعته، يقتل الأطفال، يقتل الكبار، يقتل الصغار، يستهدف النساء. رأينا كثير من الفيديوهات في فلسطين المحتلة لكيف يتعامل هذا الاحتلال الهمجي مع النساء والسيدات، وكيف يرمي بهن أرضا، وكيف يستهدفهن هن وأبنائهن والعائلات كلها. أنا بتقديري أن القصة يعني مثل هذه الجرائم ومثل هذه الانتهاكات تنتهي بزوال الاحتلال. ونحن إذا كنا نتحدث عن موسم أو مناسبة لحرية الصحافة، هذا الاحتلال أيضا لا يريد شهود على جرائمه، وكما قلت يعني شيرين من أكبر وأهم شهود الحقيقة الذين وثقوا ما الذي كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي. يعني دعيني لأتساءل معك، يعني ربما أن الطلقة قد تأخرت، يعني هي كانت مستهدفة من اليوم الأول الذي كانت فيه يعني تمارس هذا الجهد الطيب والنبيل على أرض فلسطين. نعم، يعني لولا الرصاصة جاءتها اليوم بعد 25 عاما، وهي أيضا في صوت فلسطين وفي راديو مونت كارلو قبل الجزيرة كانت أيضا صوتا ينقل عذابات الناس. نعم. هو لا يريد ذلك، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذ كل هذا الظلم وكل هذا البطش من دون أي مساعدة. نعم، يعني بهذه الطريقة الفجة الوقحة التي تم فيها اغتيال شيرين أبو عاقلة، هذا يدلل على كم قدر الحقيقة التي كانت تكشفها الجزيرة من خلال مراسليها في قناة في فلسطين، وأنها فعلا كانت تؤثر على هذا المحتل، وعلى أنه كان يريد فعلا أن يغطي على جرائمه، فكانت تغطية شيرين وغيرها من الصحفيين ومن
ومن مراسلين قناة الجزيرة وغيرها من القنوات تكشف هذه الجرائم، فبالتالي كان لابد من اغتيال شيرين واغتيال العديد من الصحفيين، والجزيرة لها أيضا العديد من الصحفيين اللي تم اغتيالهم بدءا من طارق أيوب وانتهاء بشيرين أبو عاقلة، ويعني نتمنى السلامة لبقية الصحفيين. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن الشوبكي، حماكم الله جميعا، وإن شاء الله أنكم ماضون في مسيرتكم في تغطية الأحداث. شكرا جزيلا أستاذ حسن. إذن مشاهدينا، يعني كان هذا صوت الجزيرة من خلال برنامجنا بيتكم عامر ومن خلال قناة اليرموك، وأنهم يعني ماضون في مسيرتهم في نقل الحقيقة. مشاهدينا، بالمناسبة اللص لما بده يفوت بيت أو المجرم لما بده يرتكب جريمة، أول شيء بيعمله أنه بيكسر الكاميرات أو بيعطل الكاميرات اللي بدها تنقل صورته وهو داخل ليسرق أو هو داخل ليرتكب جريمته، وهذا تماما ما قام به هذا المحتل الغاصب بأن حطم الكاميرا وقتل من يريد أن ينقل جرائمه ومن يريد أن يكون شاهد على هذه الجرائم، فبالتالي لم يكن أمامه من حل إلا أنه يقوم بقتل هذا الصحفي وبكسر هذه الكاميرا حتى لا تنقل جرائمه للعالم. إذن مشاهدينا، أيضا ضمن تغطيتنا لحادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة وفقدان يعني قناة الجزيرة لصحفية قديرة، هي ابنة فلسطين وابنة الأردن، وبالمناسبة نحن كان لنا شرف لقاء هذه الصحفية المراسلة القديرة التي كما قلنا بدأت مشوارها المشرف من خلال العديد من الإذاعات وختمته بهذه النهاية المشرفة في على أرض فلسطين في قناة الجزيرة وهي تنقل الحقيقة للعالم. إذن مشاهدينا، بيان قناة الجزيرة اللي هو كان بأن صرح بأنه قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص على الزميلة شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة، وأيضا يعني في البيان كان هناك توعد لملاحقة القتلة من خلال إثارة هذه القضية في المحافل الدولية. خلينا نشوف مشاهدينا بيان قناة الجزيرة من خلال هالفيديو. في جريمة قتل مفجعة ومتعمدة تخرق القوانين والأعراف الدولية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص حي استهدفها بشكل مباشر صباح اليوم الأربعاء 11 من مايو عام 2022، بينما كانت تقوم بعملها الصحفي في تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وهي ترتدي السترة الصحفية بشكل واضح يدل على هويتها. إن شبكة الجزيرة الإعلامية تدين هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته، وتحمل قناة الجزيرة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، كما تطالب المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.